طبعاً نحن هنا اليوم في مدينة طنجة، التقاء فريقي الحوار 13+13 بخصوص الحوار الليبي وعلى ما اتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي بأن المجلس الأعلى للدولة مناط به المناصب السيادية والمسار الدستوري. نحن هنا للتفاهم والتشاور بين المجلسين في هذا الإطار ولدفع مسار الحوار لأقصى درجة أن ينجح هذه المرة لحل الأزمة الليبية إن شاء الله. اليوم نلتقي مرة أخرى هنا في مدينة طنجة وبتنسيق من المملكة المغربية في إطار تنسيق كل الجهود والاهتمام بالجسمين الشرعيين في ليبيا وهم مجلس النواب ومجلس الدولة. مجلس النواب اليوم بإذن الله يختلف عن مجلس النواب قبل وقت، حيث أن وجود أكثر من 125 نائب في مدينة طنجة واستعدادهم الكامل للذهاب لإقدام استلتام مجلس النواب يعني الكثير والكثير، ولهذا احنا اليوم سعداء جدا بلقائنا ب 13 أعضاء مجلس الدولة والتنسيق معهم من أجل الذهاب إلى الحوار السياسي بشكل أقوى وبشكل يجعل للجسمين الشرعيين الإمكانية في دعم الاستقرار في ليبيا وفي توحيد كلمة الليبيين وأيضا في اختيار الجسم التنفيذي الذي يستطيع بإذن الله أن يقود ليبيا وفي إطار توحيد كل المؤسسات وسرعة تغيير المناصب السيادية في ليبيا اللي احنا محتاجين له واللي احنا تأخرنا فيه كثيرا. ولقائنا اليوم سيكون له إن شاء الله الهدف الأسمى وهو مصلحة الشعب الليبي وحل الأزمات اللي موجودة في ليبيا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.